تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتواصل العمل بمعبر أرقين الحدودي لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة. ينضم إلينا مباشرة من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، ضعني في صورة المعبر وأحوال العائدين من السودان. تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، واستمرار لعملية الإجلاء المواطنين من الأراضي السودانية إلى مصر. هذه العملية التي تكاتفت فيها أجهزة الدولة المصرية والعديد من المؤسسات لإنجاح عملية الإجلاء، حيث وصل عدد الوافدين إلى مصر أكثر من 16,000 وافد وقادم، من بينهم 14,000 سوداني وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى والمصريين، سواء نتحدث عن الإجلاء الجوي أو الإجلاء البري الذي نحن بصدده الآن من خلال معبر أرقين، وأيضا المنفذ الآخر والمعبر الآخر قسطل. هنا أيضا يتم من خلاله وفود الكثير من المواطنين، سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. هذا المشهد تكاتفت فيه العديد من المؤسسات والوزارات والجهات المصرية لإنجاح عملية الإجلاء في العديد ومتمثلة في العديد من المهام. لو تحدثنا عن وزارة الخارجية التي تقوم بعملية تنسيق شامل وكامل ووضع خطوط إغاثة وأيضا ساخنة للعديد من الوافدين أو من يرغب في القدوم إلى مصر، وأيضا بعد إعادة تمركز السفارة المصرية بالخرطوم والتعامل مع قنصليتي مصر سواء بالخرطوم أو أيضا بمكتب القنصل بمدينة وادي حلفة. نعم. وأيضا مدينة بور سودان. هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية. أما عن وزارة النقل وهيئة المواني البرية والجفة التي تقوم بمضاعفة الأطقم الخاصة بتخليص وتسهيل الأوراق التوثيق وتأشيرات هنا لمن قدم إلى هذا المعبر والكثير من المنافذ. أيضا لو تحدثنا عن تنسيق كبير جدا بين وزارة النقل وأصحاب الشاحنات والحافلات التي تقل المواطنين القادمين إلى جميع الجهات والمحافظات المصرية. أما الدور الأكبر والإنساني هنا يتمثل في دور الهلال الأحمر المصري، والذي قام بمضاعفة الكثير من أطقم الطبية وأيضا الفرق المتحركة التي تم مضاعفة وجودها هنا، والإمكانات المتخصصة في المساعدات الطبية وأيضا توفير الوجبات المختلفة للوافدين سواء من المصريين والسودانيين. نعم. وأيضا توفير المساعدات والإغاثات الطبية والإسعافات الأولية. هذه هي الجهود التي تكاتفت فيها المؤسسات المصرية سواء في الوزارات والأجهزة لإنجاح عملية الإجلاء التي تستمر حتى اللحظة التي أتحدث فيها. أشكرك رامي على هذه الصورة الواضحة من معبر أرقين الحدودي. رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، شكرا لك.